ليش زعلان هلا؟ انت عملتي اللي عليك وعن جد ما قصرت بشي، فلازم ما تزعل ابدا. امي ما عم تفهم علي يا كهاني. حبيبي بدها شوية وقت لتفهم وتستوعب كل يلي صار، بس عطيها شوية وقت وكل شي بعدها رح يكون منيح. يلي صار مو سهل علينا، صعب شوي، بس أكيد رح تنحل. بس إذا رح تضل قالب وشك قدامي بعمره ما رح ينحل شي أبدا، اتفقنا؟ فيك تفردها شوي؟ تحاك لشوف. تعرفي حكياتك بشيلوا الهم عن القلب؟ لو فيني قلك نفس الحكي. امشي. بتعرفي كهان، كل ما كانت تصير معي مشكلة كانت أمي تعمل هيك مثلك، كنت ارتاحة كتير بعدها. يا ريت ترجع مثل ما كانت. ايه أكيد رح ترجع هيك دائما، بس تكبر المشكلة بتكون قربت تنحل وبتنسى كل شي صار. هلأ بس صدق يلي عم قوله وبتشوف. أول شي كانت كهاني هي اللي واقفة بطريقي، وهلأ صارت الإسوارة حاجز بيني وبينه. بس بالآخر لو شو ما عملتوا ما رح تهربوا من إيرافاتي. جهزي حالك، هاي المرة رح تكون غير كل مرة كهاني. أنا رح خليكي تتمني تموتي، بس أمنيتك ما رح تتحقق. الساحرة خافت لما شافتني، والحية ماتت لما لسعتني. بدي أقلك شغلة. خطر ببالي قصة مبارح. قلي. يعني إنه نحن تزوجنا مرتين مو هيك؟ بس ولا مرة فيون عملنا حفلة وفرحنا. شو؟ اسمعي، نحن لازم نعمل حفلة. لا ما بدي. ما بدك حفلة ننبسط فيها؟ يعني إنه نعمل حفلة و... ليك أنت صاير محتال كبير، أنا ماني فاضية بعد هيك، عندي شغل كتير ما خلصته. اسمعيني. ما بدي اسمع ولا كلمة. طيب ماشي، نحن رح نعمل الحفلة اليوم. حاجة تقول حفلة وتعيدها كل الوقت، ووطي صوتك هلأ بيسمعونا. عادي يسمعوا عادي، يعني نحن من شو خايفين؟ شو بيعرفني؟ أنا رايح. لوين؟ جيب ورد. لشو الورد؟ للغرفة تبعنا. ليش شو خطر لك؟ يعني كرمال عليك. رايح. ايه روح. قالت كهاني خلينا نشتري لأمك أكلة الحلو اللي بتحبها كتير، لهيك جبت لك إياها معي وأنا راجع.
مساء الخير. شو بدك عم تطلعي لهنيك؟ طلعي بهالجهاز. الحلو عم يجهز الحليب بالمطبخ كأنه عم يجهز لشهر العسل تبعه، مو شايفة؟ إيه شو علي؟ أنا علي إنه أحلام، والأفندي هون بيحقق أحلامي. أنا هلأ رايح، برجع، اتذكرت شغلة، بشوفك. كتير صايرة عم تبكي يا ساروج، شو رأيك توقفي عن البكي؟ أنا هلأ بس بدي شغلة واحدة منك. ليكو جاي، هلأ بتعملي مثل ما قلتلك. يوغ؟ نعم أمي. أنا بدي أحكي معك بخصوص كهاني. أمي إذا بدك تحكي على كهاني ما بدي أسمع أي شيء. ما رح تسمع كلام أمك؟ أنا ما بدي أسمع من أمي أي كلمة عن مرتي. كتير منيح. مستغربة مو هيك؟ إلك دقيقتين ما بكيتي. لا لا تزعلي، هلأ خلص شغلي معك، ومن هلأ أنتي فيكي تكملي بكي. يمكن هذا شغل العروس، هيك حسب العادات تبعنا. ما بدي نعمل شي حسب العادات والتقاليد أبدا، هذا عرسنا نحن الاثنين، نحن رح نعمل عادات خاصة فينا. وهلأ كل واحد رح يشرب الكاسة من إيد حبيبه، ماشي؟ أنا طلع ببالي هلأ اسم لهي الحركة. شو؟ يوهاني. يوهاني؟ يوغ مع كهاني، يوهاني. أنت متغير، صاير كتير شاطر بالحكي. إجباري بدي صير شاطر بالحكي لأني عم أتعلم الحكي من عيونك أنت. يلا إجا دورك هلا. ليش عاملة هيك؟ شوفي. يلا قعدي هون وتذكري كيف خانك يوغ. بدك تتذكري هلأ كل لحظة خلاكي تبكي فيها، وقطعي هالحبال هي كلياتها. بس أنا ليش لا أعمل هيك؟ بدك يوقل إليك؟ هلأ بتعملي مثل ما قلتلك بالضبط وفوراً. وهلا يلا شو
هلأ غطي وشك. لا أنسى، إذا ما غطيتي وشك نحن كيف بدنا نكمل؟ كهاني كانت ورح تضل ملكي إلي لحالي. كهاني 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 كهاني، شو هالمزح؟ كهاني وينك؟ بس ينقطع الحبل الأخير وقتها رح تنقطع معه الأحلام الحلوة لكهاني المسكينة. شو هالحركات هي؟ هذا بيضل بيت ومانو كبري. مسكينة كهان، أكيد كانت مفكرة إنه هي الليلة رح تكون أحلى ليلة بحياتها. شكلها نسيت إنه أنا هون. إذا ما بخلي هالليلة هي كابوس طويل وأكتر ليلة سودة بحياتي كلها، أنا ما بيكون اسمي إيرافاتي. يوك شوفي شو صار لك. بنتي وحدة فلتانة وبحياتك ما رح تتغيري. فكرت إذا بتزوجك بتصيري وحدة تانية، بس الظاهر خلص أنتي ما في أمل منك بالمرة. شبك يوك؟ بعد كل شي عملته كرمالك تطلعي حامل بولد من واحد تاني وعم ترقصي ولا كأنك عاملة شي بخجل. شو؟ وحدة وقحة، ما كنت بعرف انك وقحة كل هالقد. شو صار لك؟ لا مو معقول، عم يحاول يقتلني مثل ما حاول المرة الماضية. وين رح تهربي مني يعني؟ هربي يا كهان، وإلا مو بس أحلامك رح تتكسر، رح يتكسر راسك كمان. بس استني، لسه ما شفتي شي. أنا رح خليكي تندمي على كل شي، حتى على الساعة اللي خلقتي فيها وإجيتي فيها على الدنيا. ترك لي إيدي يوك. شبك أنت؟ شو صار لك؟ اللي أنا بشو غلطت؟
لك بعد كل شيء عملتيه وساويتيه جاية بكل وقاحة تقولي لي بشغلطت؟ لك انت حياتك كلها غلط، قولي لي على شغلة واحدة منيحة عملتيها بحياتك. لك انت شو مفكرتيني ولد؟ تضحكي علي بكلمتين حلوين ورقصة؟ انا بكرهك كتير يا كهاني، بكرهك اكتر ما بتتخيلي. انا بكرهك لانك فلتاني. شو اعمل؟ شو صار له يقول ايش تغير هيك؟ بس قلي انت شو صار لك يو؟ اهدى، نزلها من ايدك، بترجاك يلا اسمعني وحاول تهدى، بترجاك كل شي رح يصير مثل ما بدك. ما بدك تشوف خلقتي هون بالبيت؟ مثل ما بدك، ما بقى خليك تشوف وشي، انا رح روح وما عاد ارجع صدقني. تعال معي شوي يلا عود. شو صار لك فجأة؟ انت كنت رايق ما احلاك، ليش هالعصبية كلها؟ ليش؟ شو صار لك؟ وين راحت اسوارتك؟ هلا عرفت شو الموضوع من ورا اللي صار اليوم. اجا الوقت اللي لازم يعرفوك الكل على حقيقتك. يوغ انت مو بس حبيبي، انت كمان رفيق طفولتي، وهالشي غالي على قلبي كتير فوق ما تتصور يا يوغ. وصدقني ما حدا رح يقدر يبعدني عنك لو شو ما صار يصير. تذكري كيف خانك يوغ. هلأ بتعملي مثل ما قلتلك بالضبط وفوراً، وقطعي هالحبال هي كلها ياتا. غونجان غونجان غونجان، قومي، ليش نايمة؟ لسه ما انتهى شغلك غونجان غونجان. ما رحت فيه، أنا قدرت خليه ليوغ ينام، لهيك غونجان نامت. ما رحت بطلي هالحركات؟ تعرفي إنه أنا مستحيل بطلها. بعرف، ما قلت لك من قبل إنه لا تتدخلي بيني وبين يوغ نهائياً؟ شايفة بعينك شو آخرة الشغل تبعك؟ مبسوطة باللي عملتيه بهالمسكينة؟ أنتي بتعرفي إنه بهذا الطريق ما رح تخسري نفسك وبس، أنتي رح تخسري بنتك بهذا السحر اللي عم تعمليه. ومع هيك ما عندك مشكلة تستغلي بنتك لتحققي اللي ببالك مهما كلفك الأمر. انتبهي، بنتك مستحيل تتحمل سحرك. هي بتكون بنتي أنا، ومانا ضعيفة مثلك، رح تشوفي. والأيام جاية بيننا، رح ذكرك باللي صار من كم يوم، وقت حاولتي تخطفي يوغ وحاولتي تقتليني لتبعدينا عن بعض.
بوقتها انت خسرتي وحبنا انتصر، وكان فيني اقتلك هنيك. بس شو بكون عملت بحالي وقتها؟ قلت لك رح تندمي كتير كهان، والفرصة بتجي مرة واحدة ومو كل مرة بتسلم الجرة، واليوم اللي بيروح وبيمضى ما بيرجع مرة تانية. صح انتي سامحتيني وما قتلتيني كهاني، بس لو كنت محلك وقتها كنت قتلتك وارتحت منك. لو شو ما عملتي ما رح تقدري تأذيني أو تقتليني أو حتى تبعديوك عني. أو يعني كتير هالفترة شو علي؟ قبلك كتار وقفوا مثل هالوقفة هي وتحدوني، وبالآخر هنن ماتوا وراحوا من وشي. تحديتك من قبل وشفنا شو صار، بس لازم أرجع ذكرك. كأنك كبرتي وصرتي تنسي. ليكي بوقتها الرمح كان محطوط على رقبتي ولا على رقبتك؟ نسيت، ما عم اتذكر. الحب يلي جواتنا ما رح تقدري تمحيه بالسحر تبعك. وحطيها حلقة بإذني. يوغ هو أحلى شي صار بحياتي من اليوم اللي خلقت فيه لهلا، وما رح أسمح لحدا يقرب على أحلى شي بحياتي كلها. يوغ بس حبيبي أنا، ورح يضل حبيبي كل العمر. فهمتي علي؟ وقاحة هاي البنت الرقاصة زادت عن حدها. رح تندمي لأنه لسه ما شفتي شي من اللي ممكن تعمله إيرافاتي. جونجان، جونجان، جونجان قومي. شوفي شو اللي صار. يلا أصحي لشوف، وشيلي لي كل هالكركبة هي بسرعة، ما لازم حدا يعرف أي شي عن اللي صار. فهمتي علي؟ ليش الدنيا قايمة قاعدة هون؟ كهاني! صباح الخير. كهاني شو صار؟ كيف حاسس حالك هلا؟ و يعني اللي صار صار، لا تاكل هم ابدا، انا رح ضب كل هالكركبة هي وانت اشرب الشاي. ما بدي، قولي لي هلا، ليش الغرفة هيك؟ هلا انت ما بتتذكر شو سويت وشو صار امبارح؟ ايه بتذكر، شربنا الحليب مع بعضنا، بعدين اختفيتي فجأة، وبعدين عملتيلي مفاجأة، بعدين كنا سوا وانا نمت. انا اسف كتير، بعتذر لانه نمت فجأة هيك. اذا الغلط مو غلطك انت، ليش الاعتذار لك؟ قلت لك لازم ننتبه، والعيون كلها علينا ولازم ندير بالنا كتير، وما لازم نتهاون مع الشر اللي حوالينا ابدا. اللي وين اسوارتك؟ ليك بايدي. هي كانت هون. هلا بدك تقلي اذا شفت ايرافاتي او وقفت معها امبارح بالليل؟ لا لا. لكن مين ممكن يكون شال ال... هلأ اتذكرت، أنا وقفت مع أمي مبارح ومسكت إيدي وصارت تحاكيني. يوغ؟ إيه أمي؟ أنا بدي أحكي معك بخصوص كهان. أمك؟ معقول تكون حماتي هي يلي شالت لك الإسوارة؟ مستحيل تعمل هيك. لا ما بظن تعملها. معقول إيرافاتي ضحكت عليها بكلمتين؟ ليكي كهاني، نحن مع بعضنا ورح نحل كل المشاكل. إنه نكون مع بعض ما رح يكفي هذا الشيء. أنا وأنت منعرف ألاعيب إيرافاتي، بس مع هيك
اجا الوقت يلي لازم تعرف فيه كل العيلة ألاعيبة الوسخة. لا تاكل همشي، اشرب كاستك وبكون رجعت. ايه؟ كانوا يقولوا إنه الأم قد ما كانوا ولادها مزعلينا ومعصبينا ما بتدعي عليهم أبدا، بس شكله هالحكي ما بينطبق على كل الأمهات وما فينا نعممه، لأنه لو كان هالحكي صحيح ما كنتي عملتي هيك مع ابنك يوغ امبارح. سبق وقلت لك إنه أريفاتي عنده قوة سحرية، ما أنا جبت له ليوغ إسوارة ليحطها بإيده لحتى تحميه من عمايل أريفاتي، وإجت ضحكت عليكي بكلمتين وخلتك تشيلي هالإسوارة. عن جد؟ بفهم من حكيك إنه أنا بدي أذي ابني حبيبي وإنه عقلي صغير لينضحك علي بكلمتين من إرافاتي؟ شكله ناقصك ترباي من جديد. هالعيلة بتشغل إيديها أكتر من عقلها، بس هذا مو وقت نشغل إيدينا، لازم نشغل عقلنا، لأنه الموضوع له علاقة بحياة يوغ ابنك. بس لو مرة صدقتيني. عن جد؟ جاي بدك تقنعيني إنك خايفة على ابن يوغ أكتر مني، مو هيك؟ وأنا لازم صدقك، شو شايفتيني غبية؟ أنا أجيت كرمال حل المشكلة مو كرمال أعمل مشكلة جديدة، وأنا كل يلي بدي إياه إنه يوغ ما ينأذى. يوغ ابنك وحقك تعملي اللي بدك إياه معه، إذا حبيتي تضربيه اضربيه، اضربيه قد ما بدك، بس لو سمحتي يلي صار امبارح لا تخليه ينعاد أبدا، لأنه إذا بينعاد هالشي مرة تانية رح تلاقيني واقفة بوشي. عن جد؟ أنت عم تهدديني إنك رح توقفي بيني وبين ابني؟ ماني عم هددك، بس رح أضطر أعمل هيك لأنه هذا من واجباتي تجاه زوجي، والظاهر إنه لازم أقوم بواجباتي وبواجباتك كمان. كهاني تأدبي. صدقيني بحياتك ما رح تصدقيني ولو حلفت ولا حتى بتوثقي بكلامي، بس يلي عملته إيرافاتي مبارح كان ممكن ينهي حياته ليوغ. صدقيني يوغ تحول لحدا تاني وحاول يقتلني مبارح، وكل هالشي يلي صار لأنك شلتي الإسوارة يلي حميته من إيده. أنت جنيتي ولا صار لعقلك شي؟ من الصبح جاي وعم تألفي قصص وحكايات، يعني ما شبعتي كذب؟ ما أنا عم تكذب. كهاني عم تقول الحقيقة أمي، لما أنا طلعت من المطبخ وقفت معك شوي لتحاكيني، ما بتتذكري؟ لا، إذا أمك ما عم تتذكر معناها إيرافاتي استغلتك أنت كمان. بعرف ما رح تصدقيني، موبايلي معك ما؟ شوفي إيرافاتي خلت جونجان تعمل هيك، ولهيك يوغ تأثر وكان معصب امبارح، كان ممكن يقتلني أو يعمل شي يأذي حاله من وراها، ولهيك كمان مو قدران يتذكر شي. هي هي الحقيقة، ونحن لازم ننتبه من اليوم ورايح. أنتي بتكوني أمي، يعني إذا بدك تشربيني سم رح أشربه من بين إيديكي، أما إذا بدك تعملي هيك لأنه إيرافاتي قالت لك ما رح أقبل بهالشي. ماشي؟ امشي كهان. تفضل. أنت مو عطشان؟ شكلك ما تغيرت ولسه متعود تشرب من إيدين صاحباتك. أختي الكبيرة. خير؟ شوفي يا ساروج،
رافيكانت، حابة أحكي مع أختي إيرافاتي بموضوع خاص شوي وعلى انفراد. بالفترة الماضية صارت مشاكل كتير بالبيت وانت بتعرفي كرهت الأرض يلي بتمشي عليها كهاني وأختها، بكرهها كتير. بس بتعرفي ابني يوغ لو شو ما عمل بيضل ابني، وإنه الأم مستحيل تكره ابنها، ما بتقدر. أنا أجيت قلك إنه ساوي مع كهاني شو ما بدك تساوي، بس إذا بتقربي على ابني يوغ وقتها شو؟ وقتها شو؟ هي أول مرة بتهدديني فيها، على القليلة لازم تحطي عينك بعيني. ماني عم هددك إيرافاتي، بس عم ذكرك يلي عم تغلط بحق العيلة كهاني. يوغ ما غلط أبداً. شكله لازم ذكرك بشغلة مهمة. يوغ اللي عم تدافعي عنه هلأ زعل بنتي جونجان كتير ونزلها دمعتها، لهيك لازم نحاسبه على غلطه. جونجان زعلت بسبب وجود كهاني، ولو ما كانت موجودة ما كان صار شي. إذا بدك تعملي شي تصرف عمليه مع كهاني، بس لا تعملي مثل ما عملتي مبارح مع ابني. مين اللي قال لها اللي صار مبارح بالليل؟ كأنه في حدا حاكي معك ومعبي لك براسك لحتى اجيتي وحكيتي معي. معقول تكوني مصدقة انه انا فكر اعمل او ساوي اي شيء ممكن؟ انت بلشتي تستعملي قوتك بطريقة غلط. إيرافاتي انا مالي دخل اذا كنتي عم تعملي شيء او ما كنتي عم تعملي. يلي بيهمني وبس، ويلي اجيت كرمال احكيه، اصحك تقربي على ابني يوغ أو تأذيه بأي شكل، وإلا أنت ما رح تكوني مبسوطة. لسانك طويل كتير وصار بده قص. فكري إيرافاتي، لازم تخليها تلتهي بشي شغلة تخليها ما تقدر تحط عينها بعينك. لكان هذا هو الموضوع الخاص اللي جاي تحاكيني فيه؟ ما حكيت بالموضوع قدام رافيكانت لأنه بينزعج، بتعرفي بيتضايق. بدي وعد منك يا إيرافاتي إنك ما تعملي شيء يأذي ابني ولا تقربي عليه. هيك لك طلعتي خايفة على زعله؟ كمان يوقع عليه حق يا ساروج، مو هو اللي اختار الرقاصة وتركها لبنتي تتعذب؟ انتي بتعرفي انه اللي بيرمي بنتي حبيبتي جونجان لو بوردة برمي برصاصة وما بسأل عن حدا أبدا. شيلينا من يوغ وبنتي، انتي تركتي رافيكانت برا على الباب لحاله ما؟ إذا بيزحط أو بيوقع هلأ عن الكرسي بتكون غلطة مين؟ رح تكون غلطتك انتي، وكل حدا بيغلط بالبيت إله حسابه. علبة عصير وعلبة حليب وخدي الباقي. ماشي. لا تتأخري. يا عمي! عمي انت فيك شي؟ كيف صار هيك معك؟ قلي انت منيح هلا؟ يا ترى في شي عم يوجعك؟
يعني لو صار عليك شي شو كنت رح أعمل بحالي وقتها؟ منيح كهاني كانت موجودة هون ولحقته، وإلا وإلا شو؟ شو كان رح يصير غير المكتوب عليه؟ بدك تقلنا إنه لولاها كان راح فيها ولازم نتشكرها؟ طيب ستي وين الغلط؟ لولاها كان عمي وقع وتأذى. شو رأيك بنعمل لها تمثال هلأ؟ جونجان عيب تحكي بهي الطريقة. لا تعملي شي، بس لازم تشكريها لأنه أنقذت حياة أبوكي. مسكينة جونجان، كل ما حكت كلمة بتكون نطت محامية الدفاع وناولتها جواب بطولها. أنا ماني عرفان إيمت لحقت الست كهاني توكلها. إيه بس شو بدنا بالحكي، مانا سهلة بنوب. ضعيفة بس قوية، عصبة قوي. يا ريت لو تمسكني مثل ما مسكت هذا الكرسي. رح أخده ليرتاح بغرفته. كهاني جيبي كاسة مي. شو؟ يلا. ما في غير كهاني؟ هذا أبي مزبوط؟ وأنا يلي لازم جيب له المي. لو فكرت كهاني بنفس الطريقة اللي بتفكري فيها ما حدا بيعرف شو كان صار هلا. لا تكبر القصة، هي كانت هون بالصدفة وشافته عم يوقع. لو أي حدا فينا كان بدالها ما كان مسكه يعني؟ ها؟ كلامي غلط شي؟ هاد ابنك إذا بده يضل هيك خديه على أقرب عصفورية وحطيه فيها. إيه يعني بلكي بيعقل شوي. يوك حبيبي خلينا ناخده على الغرفة. منيح إنه هالقصة مرقت على خير وما تأذى أو صار شي. لو صار شي على مين كنا بدنا نحط الحق؟ إذا أمك ما عم تتذكر معناها إرفاتي استغلتك أنت كمان. معقول مصدقة أنه أنا فكر أعمل أو ساوي أي شيء ممكن؟ أنت بلشتي تستعملي قوتك بطريقة غلط. مع أنه أنا حلوة وذكية بس مع هيك ما انكتب لي أنه يكون عندي حبيب يقدر هذا الشيء. ولا مرة تمنيت إنه رافيكانت يقدر يرجع يمشي على رجلي. كان بدي إياه يوقع. لو وقع هالمرة على القليلة كنت استفدت منه وكانت ساروج ما فيها ترفع راسها بوشي مرة تانية. أختي الكبيرة أنتي زعلانة من الحكي اللي حكيته اليوم الصبح مو؟ ولأن تركت رافيكانت لحاله. ما بعرف شو صار لي بس منيح إنه مرقت على خير وما تأذى، وإلا ما كنت رح أقدر حط عيني بعينك. لا تستعجلي الأمور، طولي بالك علي شوي. أنا ما انتبهت عم تحكي معي؟ لا لا ما في شي، أنتي كملي. كنتي بدك تقولي شي ما؟ إيه كنت بدي أسألك سؤال خطر عبالي. تفضلي. إرفاتي الصبح لما كنا نحن التنتين عم نحكي قلتي إذا وقع رافيكانت هلأ وبعد سمعنا صوت روبا عم تصرخ ولما طلعنا رافيكانت كان واقع على الأرض. أنا ما عم بقدر صدق كيف صار هيك، كيف صارت هاي الصدفة؟ وشو بيعرفني أنا يا ساروج؟ رجاءً تحمليني شوي، عن جد أنا مو حابة أسألك هالسؤال بس يعني أنا مو قدرانة إنه ما أسألك عنه هلأ. أنتي عن جد فيكي تعملي سحر أسود؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.